إذا بعدنا مكملين بقواعد التصميم الأساسية، عم ناخد من بينها مبادئ التصميم الأساسية اللي هي التباين، الانسيابية، التناسق، التوازن، التقارب، التكرارية، البساطة والتوظيف. واليوم وصلنا للدرس السابع والأخير من هذه السلسلة، سلسلة مبادئ التصميم وليس قواعد التصميم. ليش دمجت البساطة والتوظيف بدرس واحد؟ لأن البساطة والتوظيف مبدئين مرتبطين جدا ببعض. رح تلاحظوا بهذا الدرس أثناء الكلام، أثناء ما عم بحكي، دائما عم بربط بين المصطلحين البساطة والتوظيف، بحيث أنه كل عنصر من عناصر التصميم يكون له وظيفة معينة في التصميم. بالنسبة إلي مبدأ البساطة هو المبدأ الأول، هو المبدأ اللي يتربع على عرش جميع المبادئ. إذا بتلاحظوا أثناء الدروس كنت عم أقلكم أنه بعض المبادئ من قبل بداية التصميم لازم نكون عنا فكرة عن المبدأ اللي بدنا نشتغل على أساسه، التناسق، التقارب. إلا مبدأ البساطة، هذا المبدأ يكون في نهاية التصميم، لأن بعد ما ننتهي من التصميم، خلينا نعرف البساطة لحتى تعرفوا شو بقصد. البساطة هي فن اختزال التصميم لعناصره الأساسية الوظيفية. شو يعني؟ يعني أنه نحذف جميع العناصر التي لا علاقة لها بالتصميم، لا وظيفة لها في التصميم، بحيث أنه تبقى على عناصره البسيطة. وهذا اللي بيسموه الريفايننج أو الإديتينج بالتصميم، وهي عملية شاقة جدا، عملية أبدا ما أنا سهلة، بحيث أنه نقدر نختصر عناصر التصميم لأبسط حدودها. إذا بتتذكروا حكيت بالدرس الماضي عن أنه الهدف من التصميم هو إيصال فكرة المنتج، إيصال سواء المنتج أو الويب سايت، نوصل الفكرة للمشاهد ونترك انطباع عنده لأطول فترة ممكنة. هذا الشيء إذا بتلاحظوا التصميم يمتلك 3 ثواني أو 4 ثواني لترك هذا الانطباع. لذلك البساطة يجب أن تكون جدا متركزة في التصميم، بحيث أنه ما يبذل جهد المشاهد ليترك انطباع بعقله، بذاكرته، يترك انطباع عن التصميم. يجب أن يرى المشاهد التصميم من الثواني الأولى، يعرف شو الفكرة، شو الفكرة من التصميم، شو الفكرة من المنتج ومن الإعلان. وهذا الشيء أكيد لا يتحقق إلا ببساطة التصميم والتوظيف الصحيح لكل عنصر من عناصر هذا التصميم. يمكن أكثر قاعدة تقرأ بكتب الديزاين هي less is more، بمعنى الأقل هو الأكثر. هذا الشيء بيعني أنه لما بندرس نظرية التصميم بنعرف أنه كلما قلت العناصر كلما وصلت الفكرة الأساسية بشكل أسرع وبشكل أقوى. لاحظوا كيف بالدروس اللي بسجلها حاليا بعتمد مبدأ البساطة. أحيانا الدرس بيستمر لمدة نصف ساعة أثناء التسجيل، ولكن بعد الاختزال بيصل لمدة 10 دقائق. هاد الفكرة أني أقدر خليكن منتبهين للأفكار الهامة بالدرس، وعدم التشتيت بأفكار تانية خارجة عن الموضوع، عن موضوع الدرس. ولكن لازم نعرف أنه تطبيق البساطة موضوع أبدا ما أنه سهل، موضوع بحاجة لخبرة أكاديمية، لقراءة نظرية، نظرية العقل البشري، قراءة فلسفية. لاحظوا المصطلحات اللي عم بحكي عنها، لأن أرقى إشكال البساطة هو اللي بنعرفه باسم التكوين التجريدي، فن التكوين التجريدي، لأن الفنان بيبقى سنين طويلة بحيث أنه يتدرب على اختزال العناصر، عناصر اللوحات، بحيث أنه يختزلها لأبسط أشكالها. أحد رواد الفن التجريدي فنان اسمه بول كلي، بول كلي بيحاول يختزل اللوحات لأبسط أشكالها، بيحاول يجرد دائما اللوحات بحيث أنه توصل للشكل البسيط، ومع ذلك بتبقى مؤثرة وبتبقى دائما لها علاقة بالفن. لاحظوا قدرة بول كلي بهي اللوحة على اختزال ممكن مدينة كاملة خلال شكل بسيط جدا. لاحظوا كمية الاختزال ومع ذلك اللوحة جدا رائعة وجدا بتجذبنا للنظر إليها. من ناحية تانية استخدم معلومة ثقافية، استخدم مبدأ البساطة استخدمه أحد أعظم كتاب المسرح اسمه صموئيل بيكيت بمسرحية اسمها النفس. المسرحية مدتها 25 ثانية، بتبدأ بفتح الستارة، بنسمع صوت ولادة امرأة، بعدها بيولد الطفل، بيصرخ، بيعمل شهيق وزفير، وبعدها بيبكي مرة تانية ويغلق المسرح. بيختزل صموئيل بيكيت بهي المسرحية كامل الحياة ب25 ثانية. لاحظوا كمية الاختزال.
طبعا هي المسرحية من أكثر المسرحيات الثابتة في ما يسمى المسرح العبثي. ولكن عودة للتصميم، إذا بتلاحظوا دائما المصمم المبتدئ لا يستطيع أن يصمم تصميما بسيطا، لأن التصميم البسيط بحاجة فعلا لخبرة طويلة. لاحظوا أن المصممين المبتدئين دائما بيحاولوا يبحثوا عن أشكال لإقحامها في التصميم، أشكال أحيانا ما لها أي علاقة بالديزاين أو بالفكرة، لإقحامها بالتصميم بهدف ممكن إقناع العميل أنه تم العمل بجهد على هذا التصميم. ولكن بعد فترة من الخبرة بيبدأ المصمم المبتدئ بتطوره يفهم معنى البساطة، بيبدأ يفهم أنه كلما قل التصميم وكلما اختزل كان أوضح ووصلت الفكرة للمشاهد بشكل أكبر. لذلك مبدأ البساطة هو المبدأ يلي بيميز المصمم المبتدئ عن المصمم المحترف. وكل ما قدر المصمم يقدر يتبنى مبدأ البساطة، اتأكدوا أنه سيصعد بدرجات الاحتراف بشكل سريع، بسبب أنه في خيط بسيط جدا بين البساطة وعدم الوضوح. لاحظوا أحيانا بنختزل التصميم ليوصل لمرحلة عدم الوضوح، وهذا خطأ ممكن أحيانا نوقع فيه. لذلك هذا اللي عم أقوله، أنه البساطة بحاجة لخبرة، خبرة بالتصميم، مشاهدة تصاميم كتير لحتى نعرف شو العناصر التي يمكن اختزالها والتي لا يمكن الاستغناء عنها في التصميم. كالعادة خلونا نشوف أمثلة عن تصاميم بسيطة، نشوف كيف المصممين قدروا يطبقوا مبدأ البساطة. خلونا ناخذ مثال لتصميم عن شيء معروف. مثل ما عم نشوف هون بوستر بسيط جدا لفيلم جيمس بوند اللي هو 007. من بداية النظرة ما بحاجة نعطي أي تفاصيل تانية خلال التصميم، مجرد وجود السلاح الناري هون مع شعار جيمس بوند فهمنا التصميم كاملا، ما بحاجة لأي عناصر تانية. خلونا نشوف مثال تاني عن هذا الفيلم يلي انتشر بألمانيا من فترة، اسمه يا إيست بيدادا. لاحظوا كيف قدر المصمم بفكرة بسيطة جدا يوصلنا مفتاح الموفي، مفتاح الفيلم. بشكل تاني خلونا نشوف الويب ديزاين. شوفي أبسط من موقع apple.com، إذا عم نلاحظ مجرد منو ما فيها أي gradient، ما فيها أي ألوان، مجرد لون أسود، وتحت عم بيكون عندي هيرو كبيرة لون أحمر، طبعا متوافق مع لون الموبايل. لو نحن بناخد اللون الثاني عم نلاحظ اللون الأبيض، مجرد عنوان وصورة. لاحظوا إذا مننزل لتحت منلاحظ أنه في فقط المنتجات الحديثة ومجموعة لينكات. لاحظوا أحد أشهر المواقع بالعالم مدى بساطة الصفحة الأولى. بتصور هذا هو السبب الأساسي بإعجاب جميع المصممين بجهاز الآي ماك. لاحظوا شكل كمبيوتر الآي ماك على المكتب بالشغل أو ببيتك، أنيق، جميل، رائع، بسبب البساطة، بسبب أنه بيقدروا يوصلوا لبساطة رائعة بتصميم الأجهزة. لاحظوا جهاز الآي ماك اللي موجود هون، كمية البساطة، مجرد شاشة عم تكون بهالبساطة وقاعدة. لاحظوا مدى الاختزال بجهاز آي ماك، حتى بالخلفية مو موجود أي شيء، مجرد عدة مداخل موجودة بمكان واحد. حتى مقبس الطاقة اللي موجود هون له دائرة بالخلفية بحيث أنه ما يشغل مساحة بالمكتب. لاحظوا أبل كيف بتهتم جدا بمبدأ البساطة، وأعتقد أنه هذا هو سر نجاحها. حكينا كتير عن مبدأ البساطة وقلت لكم أنه هذا هو المبدأ المفضل بالنسبة إلي، لأن هو اللي بيختلف فيه المصمم المبتدئ عن المحترف. حاولوا تتدربوا جدا على مبدأ البساطة، حتى لو كان في اعتراضات من العملاء، حتى لو كان في عنا خوف من استخدام البساطة بالتصميم، ولكن اتأكدوا بعد فترة لوحدك رح تقدر تستخدم هذا المبدأ ورح تقدر تكون محترف بالديزاين. انتهت السلسلة بسبع دروس. رح ناخد أكيد حلقة لايف بحيث أنه نحكي عن كافة هاي السلسلة، نجاوب على جميع الأسئلة اللي تكونت عنكم. لذلك هذا كل شيء لليوم. باي باي.